باوع عيني باوع، شاي ابو عقيل بالبصره بي سحر، من تشربه طعمه جناوي. ونصحوني اروح شاي ابو عقيل، قالوا لي انه وايد زحمه عليه وما يوقف من الزحمه، فقلت انه لازم انا اجربه واذوق هذا الشاي اللي يتكلمون عنه الجناوي. السلام عليكم. اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خلوني مكان شويه فتشه فتشه فتشه. السلام عليكم، ابي اشوف وين ابو عقيل، من ابو عقيل؟ خلوني اي من الكويت عشانك انت، يقولوا لي شايك حلو. يا اهلا وسهلا، مرحبا بكم. ليش كذي شايك حلو، شنو السر؟ والله طيب طيب هذا طيب النفس. طيب النفس نعم. لا 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 بركات الله واهل الجيش، لازم اكو سر في الشاي. الله سهل صدق؟ اي والله هذا من الله سبحانه وتعالى. ابو عقيل قالوا لي انت صار لك 30 سنه موجود هني. اي نعم صار لي 30 سنه. 30 سنه وانت هني؟ يعني 30 سنه صار لي موجود. نعم. وتبيع الشاي؟ ببيع الشاي. والناس تحبك؟ اي نعم. وتتعنى من اماكن بعيده عشانك انت؟ اي نعم. زين ممكن تصب لي استكانه شاي ونكمل سوالفنا؟ ابي اشرب من ايدك الحلوه. يلا. خدري الشاي خدري، خدري الشاي خدري. هذا الحدث لا يحدث كل يوم. أهل البصرة يصير أخذ منكم أبو عقيل؟ لا لا ما نعطي. ليش جاية حق شاي أبو عقيل؟ بعد شاي أبو عقيل معروف في البصرة، فجايين يعني نشرب من عنده. شنو السر؟ ليش أبو عقيل؟ والله يعني شاي مميز، اي فجايين نشرب. تحبين الشاي؟ اي. كم مرة باليوم تشربين شاي؟ يعني 3 مرات هيك شي. ليش شايكم حلو؟ أنا بعرف السر، ليش شايكم حلو؟ اي. أنتوا حلوين خالصين منها. يعني احنا حلوين. لان اكيد انتم حلوين، عليك بالعافيه. الله يعافيك. يلا انا ابي اروح اصب الشاي حق الناس، بجرب باخذ دور ابو عقيل يمكن اعرف السر. من يبي شاي؟ شنو؟ بس كم؟ لا بياخذ اكثر انا. دبل دبل. هات ابو عقيل فلوسك. لا فلوسك. من يبي شاي؟ عاد من الفلوس اول؟ لا 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 ابي فلوس، ابي بيزات انا. من هو؟ زادوا الفلوس. هات ابو عقيل هذا حقك. شاي شاي، منو يبي شاي؟ شاي مهيل، شاي مخدر، شاي بصراوي اصلي، شاي ابو عقيل، شاي ابو عقيل احسن شاي. قول لي شنو السر انك تجي تشرب من شاي ابو عقيل؟ والله هو انت بصراوي، انت تعرف السر، قول لي السر. والله السر يم ابو عقيل، مو يمي بس، من طيبته وملقاه وطعم. اي والله اي والله هذا فعلا هاي الحكايه، السر طيبته. اي والله. على فطرته على فطرته. كم استكانه شاي تشرب باليوم؟ حسب الوجبه، حسب الوجبه، مره 2 3 هيك. بين 3. نعم. مو اكثر. لا لا مو. ليش جاي تشرب شاي ابو عقيل؟ شنو السر؟ على الراس. والله ما بعد شاي. لا رجال طيب وشاي طيب والعالم كلها تحبه، يعني مو يوميا انا اذا ما اجي اشرب شاي عنده ما ادش البيت. اذا كنت جاي البصره طالع نازل، نصيحه لكم، اخذ استكانه شاي من ابو عقيل وما راح تندم، وعلى راسي اهل البصره. والحين خلوني اروح اخذ كروتي من ابو عقيل. مع السلامه.
ابو عقيل ابيك هروتي.